طيب محمد، عايز اعرف منك ازاي بيتم احتساب النقاط في التايكوندو؟ هو دلوقتي، كان زمان الحكام هي اللي بتحسب النقط، دلوقتي بقى يعني سيستم هوجو الكتروني وهيد جارد الكتروني. لا وضح بقى. تمام. لا الموضوع كده بعد، وضح لنا، بص لنا شويه. الشيش كده شويه. بس يعني احنا بنبقى لابسين سنسر في رجلينا، وبنبقى لابسين زي بادي بروتكتور كده، في سنسر وهيد جارد برضه في بروتكتور. فلما بلمس بيبقى في ضربات بنقطتين وضربات بثلاثه، وفي الهيد جارد برضه باربعه وخمسه وثلاثه. على حسب التقسيمه اللي في الجسم من المسافه. في كل ميزان بيتأهلوا دايركت للاولمبيكس. وبعد كده في الطريقه الثانيه بقى اللي هي بتبقى كواليفيكيشن لكل قاره، اول اثنين في كل قاره بيتأهلوا دايركت على طول للاولمبيكس.